ما عم صدق بياخذ العقل. تتهنوا فيه، روحوا انبسطوا. عمو هذا اللي اخذ مرضني. منيح، خلاص فهمنا. ايه بس بابا عنده شرط. ها قال عندك شرط هيك عم بتقول نهال؟ ايه اللي اخذ رح يبقى هون، ومشان خاطره بدكم تيجوا كل صيفيه على القليله حتى تشوفوا. انت شو عم بتقول؟ بسببه انا رح بتخلى عن الدراسات كمان. لا تخليني بلش فيك. ها عم بمزح تمام، خليه بقى هون. يلا الله يبسطكم. شكرا لك. اشتريت لهم يخت؟ هذا اليخت اللي شافوه السنه الماضيه بالكتالوج وطار عقله فيه. وكمان هديه عرس نهال. ما قلت لي هالقصه، وهي كانت مفاجاتي انا. هلا هاد لقلنا؟ ايه لقلنا، لمهند ونهال خزندار. نهال خزندار. تصبحي على خير. لوين رايح؟ لازم اشتغل شوي مشان بكره. تصبح على خير. تفضل عدنان بيك. آسف لأني فيأتك. لا أبداً، تفضل. اللي في شي تطورات؟ إيه، أقنعته لسائق حلمي أوناليا بيك. حلو. وهلأ موجود عند كاتيا. اللي رح يعرفه بكرة رح يقلنا يا. تمام، أصبح بكرة بشوفك. بكرة بنلتقي. تصبح على خير. تلاقي الخير عدنان بيك. من هلأ بلشت تجي الهدايا على هالحالة للعرس. البيت رح يتعبى هدايا. صباح الخير. صباح الخير. شو عم تعمل هون من عبكرة الصبح؟ خلينا ناخد هدول هلأ، لسه بدنا نضب يلي بدهم ياخدوهن عبيت نهال. الظاهر طالع تفتيش. طالع هلأ، وللساعة 3:30 تقريبا بالشركة. ايه لا، راح اروح من دون ما مرح البيت يا بنتي، والله ما بلحق. اصبح ما راح اشوفك. اذا حبيتي تشوفيني ممكن تمري على الشركه. ايه جاي.
لا عم بمزح، شوفوا شغلكم انتو. بابا بتعرف اليخت عن جد شي رائع كتير. تتهنوا فيه. تسلم حبيبي، شكرا كتير لك وان شاء الله بالسلامة. الله يسلمك يا بابا. لبين ما ترجع من السفر نحن بنكون جهزنا قسم كبير من التحضيرات. لا تتعبي حالك، شوي شوي. تمام، بدك تطلع بلا ما اخرك. مهند بيسلم عليك، انتبه على حالك. ايه وانتي سلميلي عليه بخاطرك. هي نهال. عرفت. لساتهم باليخت؟ كلش اللي مصبحين هنيك، كتير مبسوطين. شي حلو. جن على هي الحرية اللي بيعطيها البحر للإنسان. أنا على طول بيوحي لي بلا نهاية. هلأ تعا اترك هذا الهدوء وروح نشغل بشغلات مملة. بدك منبقى المسا منروح، خلي هذا اليوم يكون لإلنا. ما جعت حبيبي، خلينا نروح لشي مكان حلو ونفطر فيه وبعدين منشوف شغلنا. بكل الأحوال الأيام اللي بعد العرس كلها تلقلنا. تمام، أصبح يلا. أنت حلوة بتجنني. اصحى بقى، ما في هون إلا وحدة حلوة. وحتى من الصبح كمان؟ إيه. ماشي ماشي، أنت أروع شي. بدك تغيري ثيابك قبل ما نطلع على البر؟ طيب يلا لشوف. رح شوفك مرة ثانية وما رح اتركك لوحدك. لا تاكلي هم اي شيء، انا مستعد اقدم لك اللي بدك اياه. مانك مجبور على هالشي. بعرف، بس انتي هلأ بموقف صعب. على الأقل بحب ساعدك لبين ما تقضي هالفترة هي. اليوم رح راجع كم مكان، إن شاء الله بيزبط شي واحد منهم لنشوف. إن شاء الله، وإذا ما مشي الحال لا تزعلي، مثل ما قلت لك أنا بجنبك. انتي مرة كتير حلوة، حياتك لازم تكون غير، تستحقي أكتر بكتير. يلا بخاطرك، بشوفك. ماشي. ألو. صباح الخير. صباح النور، شو صار؟ حصلت بعض الشغلات. طيب وينك هلأ؟
ماشي، خلينا نلتقي فورا ونحكي. ما عندي وقت زياده، بدي اروح اخذ حلمي بيك. تمام، بعرف المحل، شي نص ساعه بكون هنيك. بخاطرك. مع السلامة حياتي. حكيكي قبل ما اسافر. ماشي يا روحي. بخاطركم. مع السلامة. الله معكم بالسلامة يا بيك. ما ودعت تلاقي يا خانو. ظاهر اليوم كمان مو رايقه. شش سكوت، يلا فوت. شكراً. صحة وهنا. صباح الخير. صباح الخير. غلطة بنومي، ليش ما فيقتني؟ القلب على القلب. نعم بيسان. الظاهر ما فقتي أنا سمر. إيه يا روحي، كتير زعلت. شو؟ لا يعني ما لبقت لك تصرفاتك بنوم. شو بالضبط اللي بدك تحكي؟ طبعا، بس تصرفكن هاد ما له عذر مو هيك؟ قديش خجلت قدام تحسين. صار شي بيناتكن ما؟ مو بس مني انا، ومن تحسين كمان لازم تعتذروا. والامور مخربطة كتير. تمام يا روحي، بنحكي بعدين. اكيد بنحكي، شغلتي لي بالي. بيسان عم تعتذر، محرجة كتير ما قدرت تجي لعنا. مثل ما توقعت بالضبط. صاير شي؟ فيروز، أنا ممكن أضطر روح لأمريكا. في شي مو منيح؟ كنت قايل شغلة مو مهمة مشان المكالمة اللي إجتك مبارح. مزبوط مثل ما عم تحكي، بس إذا ما تدخلت ممكن تكبر المشكلة. قديش رح تبقى؟ ما بعرف، يمكن 10 لـ15 يوم. بالوقت يلي اتخذنا قرار زواجنا وأنا كنت عم أقول نبدأ بالتحضيرات فورا. الزواج سهل، بس أرجع منحلها. شو يعني منحلها؟ الزواج مانو شغل، وكمان مانو شي بيتجهز وبيتحضر له مسبقاً مثل الاجتماعات تبعك. أنا آسف، استخدمت الكلمة الخطأ. إيه، ما لبق هالشي لرجل ظريف مثلك أنت. أنا آسف. كتير فاجأتني. عم تستخف بموضوع الزواج كل هالقد؟ مو حلو بنوب؟ أكيد معك حق، بترجاك اعذريني. غير هيك انت اللي عرضت علي الزواج، وقت يلي حكيت هيك تهيألي انه انا اللي طلبت منك الزواج، ما عم صدق. فيروز بترجاكي، لا تخجليني اكثر من هيك. الظاهر من الافضل نبعد عن بعضنا كم يوم، بهالفترة بصير قدامنا فترة تانية نقيم فيها بعضنا البعض. برأيي ما في شي نفكر فيه. عكلن انا مضطرة اروح على البيت.
الفطور صار جاهز بجنينة. بتأخر، بدها تجي بيسان. لا تعملي هيك بترجاكي، انت رايحة لأنك زعلتي. لا، مو حابة نطرها لبيسان. أصبح أنا بوصلك. ما في داعي بنوب، السائق بيوصلني. تقلن يجيبوا لي شنتي من فوق من فضلك؟ لازم أطلع فوراً. كمان مو مخلصون؟ شبك؟ بس ما بيصير، هيك عم تصعب لي شغلي. على الأقل اشرب عصير الفواكه. عم بتعب وقت الشرب. وانت اشربه شوي شوي على مهلك. تمام، بكفي هالقد. رح خبره للدكتور بالشغلات اللي عم تعملها. صباح الخير. صباح النور. كيفك اليوم؟ انا جنبه. يلا انت روحي وافطري كمان. المسا كلياتنا تركناك لوحدك. ما كنت لوحدي، اجوا بيت عمو سليمان. بعدين وقت راحوا مر لعندي عدنان بيك. مرتاح باله بلا ما يشوفك. قال لك انه رايح اليابان، ما هيك؟ ايه حكينا، ودعته من الليل. طبعا مراد ما قدر يجي لعندك، مو هيك؟ سهر لوقت مأخر مبارح بالليل. اكيد قال لك عدنان مهند عمل لها لنهان مفاجأة. كمان هي اللي انبسطت أكتر شيء، اثنيناتهم كانوا مبسوطين بسهرة مبارح. المسا ما رجعوا، سهروا مع رفقاتهم باليخت. شو مدموازيل، عم نلعب لعبة الأطول فار؟ وين ما بروح بلاقيكي قدامي، شو القصة حبيبتي؟ اجيت شوف بشير شوي. أكلت؟ عدنان بيك تارك لي ملاحظة الصبح مشان نطلعك على الجنينة. الجو كتير منيح، شو رأيك؟ بس هيك ممكن يكون مو منيح علي. سألت الممرضة قالت لي إنه ما في مشكلة بنوب، بالعكس قالت لي إنه الجو النظيف بفيده كتير. منيح، أصبح ما في مشكلة. تاركتك بين أيادي أمينة. يلا خليني لبسك شي شغلة مشان نطلع. أروى، خلينا اليوم نتغدى سوا. مو ممكن، عندي شغل. طيب المساء. حلمي، بترجاك لا تصر كتير، ما عاد حابة التقي معك مرة تانية، أكيد. ما رح أتخلى عنك، حطي هالشي براسك. مرحبا حلمي. وأنا وقت اللي سمعت هداك الصوت الناعم قلت لحالي شي حدا عم يمزح معي. أروى بترجاكي، لازم شوفك. لا تقلق، رح نشوف بعض بقاعة المحكمة. وينك لهلأ؟ قدي الساعة؟ عفوا سيدي، كان في أعمال حفريات بالطريق. هالشي مستحيل، أنا بحياتي ما سمعت هيك سخافة. والحقيقة أنا مستغربة كتير، كيف تعمل مثل هيك شي؟ أنا نفذت الأمر اللي أمرني فيه عدنان بيك، هو اللي طلب مني أعمل بحث. أنا لو كان عندي خبر ما كنت سمحت بهيك شي بنوب. هلأ جاي حضرتك عم تقلي؟ لأنه ماني عارفان كيف رح خبر عدنان بيك باللي سمعته، حبيت أنت تعرفي بالأول. أنا ماني حابة لا أعرف ولا أسمع أي شي بهالموضوع. عينك عينك هيك؟ معقول حملة هالتشويه هي لساتها مستمرة؟ هاي المرة عم تكذب. أولاً الرجال اللي عم تستخدمه مين هو؟ سائق هداك الوسخ. مفكر إنه ما حكى هالشي لحلمي أونال؟ عملنا معه اتفاقية كتير منيحة يا خانو، ما بعتقد يقول له. ما بتعتقد؟ يعني مالك متأكد؟ طيب، كيف متأكد من إنه فيروز خانو وسمر عم بيحاولوا يمنعوا زواج مهند؟
شو الإثباتات اللي عندك يا حضرة المحامي؟ مو ممكن تكون هاي وحدة من وقاحات حلمي أونال؟ بترجاك لا تشوش له راسه لأخي بمثل هاي السخافات، ومشان سمر كمان هاد رح يكون شي بيحرجها كتير. ما فيك تتهم حدا بأقوال اثنين ما بيعرفوا شو عم بيقولوا بنوب. يا خانم أنا حبيت قلك اللي عرفته بس مو أكتر. وما لازم تقول لأي حدا تاني، ما رح تقله أي شي لعدنان بيك. خلص تسكر هذا الموضوع. عدنان بيك إذا سمع من حدا تاني إنه أنا ما قمت بعملي، أنا بتحمل كل المسؤولية. صباح الخير. صباح النور. إيه شو اللي عرفتوه؟ مثل ما خبرتك على الهاتف يا بيك، أقنعته للسائق. لما وصلت كان عم يحكي لي المسألة مثل ما كنت متوقعة تماماً. فيروز خانم لما بدها تتزوج من تحسين أوزدير حاكي إنه ما بدها تاخدها لكاتيا معه. لما قالت لها فيروز خانم أنا ما عاد بحاجتك روحي دبري أمورك، قامت هديك عملت لها فنة. تتعرض لهيك معاملة بعد كل هالسنين بالخدمة صعبت كتير على كاتيا. قامت فكرت شو هو اللي ممكن يأذيها لفيروز خانم أكتر شي، قامت راحت وفتحت تمها عند حلمي أونال. إيه هذا كل شي. وحلمي أونال ما ضوع هالفرصة أبداً، قدم لكاتيا صحن من فضة. طيب بتشكرك ولو يعطيكم العافية. الله يعافيك. أنت شو مفكر حالك عم تعمل؟ ليش شاغل نفسك بهيك شغلات؟ حبيت أعرف شو اللي عم يصير ببيتي من وراي، شو فيها؟ برأيك هذا هو الحل؟ سمر كتير حساسة بموضوع فيروز خانم يا أختي، عم تشوف أخطائها، ما عم تقدر تعبر عن خجلها، عم تحصره بقلبها. ما حبيت خوفها بس أنا لازم أعرف حلمي هونال كمان قديش هو بيناتنا. كنت ظانن إنه كاتيا هي جاسوسته. شو ما كان يكون، وهي سحبت حالها وراحت، ما عاد إلها علاقة فينا، ما بيسوى ننشغل فيها بقى. غير هيك أنا كتير زعلت منك لأنك عم تستخدم أساليب وطرق حلمي هونال. هالشي مو تبعك يا عدنان وما لازم يكون، هذا مو أنت. فوق الطوال منحط اكريليك. فيك تروحي هلا. عرض ليله امبارحه كان مهزله بكل معنى الكلمه. وانا قدمت رايي بخصوصكم انتو، ما عاد حاب اشوفكم انتو الاثنين. انت شو اللي عم تحاولي تعملي؟ ما في داعي يعرف تحسين شو في بيناتنا مشاكل. الانسان من شان هالشي بيجي وبيقول مرحبا. فتت بسابع ارض. عم تلعبي عليه دور الأم الحنونة مو هيك؟ تشوهت سمعتي؟ بكفي، لا تكوني وقحة. ما في داعي نظهر نفسنا قدامه إنه نحن عيلة فيها مشاكل بنوب. خليتوني أخجل وأنتو كمان تبهدلتوا. خجلت من نفسي وصار عيب لتحسين كمان. لا تخجلي، نهاد اتصل بالليل واعتذر من تحسين بيك وقال له إنه الوضع ما له علاقة فيه. دخلك شو الفرق بين اللي عمله هو وبين اللي عمله أبوه بعرس سمر؟ عينك عينك، فتح عينك يا تحسين بيك. هاي المرة حتى مع بناتها ما عم تتفق، إذا مو هيك معناتها لكان شو؟ رح يجي يوم والكل رح يعرف هالشي لأنه أنا ما عاد خبيت. عاد عن هيك بعرف إنه تحسين بيك ما أنه بعيد عن هذا الموضوع. قبل الجلسة حاكي مع حلمي أونال وسألوا على أي أساس عم تطرح هاي الإدعاءات. لاحظتي اليوم إنه ما سعى لي كتير؟
طبعا كل يوم عن يوم عم يتحسن. انتبهوا منيح، واكثر شيء على الاغراض اللي بتنكسرها. بعد نص ساعه بتاخذ دواك. انا رح اخذ شاي تاني، بتحبي تاخدي كمان؟ يسلموا ايديكي بشير. لا يسلموا. اهلا وسهلا يا خانم، شرفتينا وانستينا. اهلين. طلعتوا كل الاغراض اللي حضرتها؟ حلو. شو الاخبار قبطان؟ ماشي الحال، عم بتفقد الاغراض اللي طالعه من هون. سهيله هيك امرتني. يعطيك العافيه. شو السهيله هي؟ الزلمه ما عم بيخالف لها رايي. هيك لازم يكون. والله؟ نهال اجت وانا لازم روح شوفها. في كم شغله ما قررت اذا بدها تاخذهم ولا لا. خليها تشوفهم وتقرر شو بدها تعمل، بعدين بدي اطلع بيت سليمان افندي منتظريني هنيك. تمام. ما عاد شوفك لاني طالعه. بخاطرك. مع السلامه سلمى على الكل. بيوصل. والله تعبت. سمر؟ اجيت وما سمعتكم. عم يعملوا ضجة كبيرة. مين؟ عم يطالعوا اغراضي. والله كنت عم بقرا كتاب ما سمعته. تعال لا تروح فورا. مهند، أنا حابة أشكرك مرة تانية مشان ليلة مبارح، عن جد كانت مفاجأة كثير حلوة. في مفاجآت كبيرة كمان عم تتخبى عني، مبارح دريت. مفاجأتنا كانت ولا شيء. بس هديك غير، اليخت هدية العرس. ليش ما حدا خبرني قبل؟ كثير كانت مهمة بالنسبة إلي، فيك تقولي حتى مراد ما خبرته. سمر لو بتشوفي قديش حلو بجنن، خلينا نحل أمورنا نطلع سوا شي نهار وبتشوفي أنت كمان. رفقاتنا ما صدقوا، لو تشوفيهم كيف كانوا عم بيصرخوا. امبارح عملنا الافتتاح، رقص وموسيقى، ما في اشرح لك قديش انبسطنا. عم بتخيلي حياتي. نهال حبيبتي. مرحبا مدموزيل، وانا كنت عم دور عليكي. بشير بالجنينه كنت عنده. المدموزيل ما عم تتركه لبشير لوحده بنوب. انتبه عليهم منيح. بعد شوي مضطره اتركه. حبيبتي تعالي تطلعي وشوفي اغراضك بلا ما ينقص اي شيء. لو شفنا لبشير بالاول. يلا بس نخلص شغل منشوفه على كيفنا. على مهل، انتبهوا لا توقعوا. مهند لا تهرب فورا، تعال احكي لي شو عملت امبارح. اهلا وسهلا. لسه في كتير؟ بقية الهدايا اللي اجت اليوم، قلت لحالي بركي بتحبي تشوفيهم. تسلم ايديكي. شوفوا يلي عم بيقلي زعلان من شانك، اساسا انت اللي بوضع بيأسي. الظاهر مانك نايمة ليلة امبارح. انتظرتي رجعتنا على البيت. ما في الا عم بتبشرك بالهوى. وعم يكتروا اللي ما فيك تتخلى عنهم. قصر ويخت واسهم شركة زياكيل ودراسة بامريكا ومستقبل مريح. يا سلام. اخرسي. مو من السهل واحد بعمرك يحصل على كل هدول الشغلات وبهالبساطة. بلحظة تقدموا كلياتهم على طبق من فضة ومعهم خاتم ملفوف بربطة حمرا كمان. طبيعي تشوش تفكيرك. تفكيري واضح كتير. وانا عم شوف كل شي بوضوح. وعم ابعد كتير منيح.
وفهمان منيح تخبطك هاد. خليك ملتزم شوي، على الأقل اعترف لحالك بأنك ما بتقدر تتخلى عن إمكانيات عدنان. لا تتعب حالك على الفاضي مشان تحبها لنهاية، لأنه من سابع المستحيل إنك تقدر. أنا بحبها لنهاية. رح تندم على الشي اللي عم بتقوله. أنت اللي عيشتيني الندم الأكبر بحياتي. أنا طالع أشوف بشير. تمام، وأنا جاي معي. شو هدول؟ الكتب محطوطين هون. هدول ما نزلوا؟ يلا بياخدوهم سوا مع هالأغراض. ولسه هدول بدهم يترتبوا مو هيك؟ هلا خليهم يروحوا بالأول، نهال بترتبهم على مهلها. والعم سليمان جاي لهون كمان. والله؟ قال إنه هنيك ما في شي، على الأقل بيجي وبيساعدها للمدموزيل شوي. ما بعارض بنوب. وخلي رضا يروح معكم كمان، بيساعدكم بالشغل هنيك. لا ما بتصير. والله أنا اليوم مو بحاجته بالمطبخ أبداً. وقفي لنشوف، إذا تعبنا كتير بندهله بعدين، بس ما بعتقد احتاجه. أي وحدة يا أخوي؟ حيا. ألو لميس خانم، مرحبا. أهلين، شو أخبارك؟ بس دقيقة، هدول خدوهم كلهم، بس الكياس خدوهم. ماشي يا خانم. تكرمي. أنا أسفة، ظاهر وقتك مو مناسب. لا لا، كنت عم بهتم بالأغراض يلي بدها تروح لبيت نهال، بس خلصوا، تفضلي. أنا كتير ضايقت اليوم. خير إن شاء الله. بصراحة عم بقول خلينا نلتقي ونحكي بالوقت اللي بتشوفيه مناسب، بس بالبيت ما بصير. خلينا نلتقى برا بشي محل. شوفي، وكمان عدنان فقد عقله يا لميس، عم ينشغل بشغلات كلياتها سخافة. مثل شو؟ يعني هو كمان مشغول باله لأنه كاتيا تركت البيت وعم يحاول يدور ورا هالموضوع. ايه؟ على أساس كاتيا تعرف إنه فيروز خان وسمر عم بيحاولوا يمنعوا زواج نهال ومهند بأي طريقة بيقدروا عليها، ومشان هيك تقلعت. طبعاً إذا أعطيتيهم فرصة لهدول الناس يحكوا، بيقولوا اللي بيعرفوه واللي ما بيعرفوه. عدنان بيك كيف استقبل هالشي؟ ما خليته يعرف. برأيك اللي عملته صح؟ ما بعرف، برأيك؟ يعني أنا ما حبيت أشغل باله بهيك سخافات. العرس قرب كتير، يعني قصدي مشان ما ينشغل بشغلات فاضية. فهمت. يلا، على كل هي شغلات ما بتنحكى على التليفون بنوب، بس نجتمع ونقعد بحكي لك كل شيء بالتفصيل. أنا شوي تانية رح روح على بيت نهال، إذا بدك تعي لهني. أي بصير، لكن منلتقى هوني. تمام، بشوفك. شو صار؟ طعمته بشعة. ممكن، بس هذا اللي رح يخليك توقف على حالك. يلا تحسن بسرعة، لأنه في يخت بياخد العقل عم يستناك. وقت اللي ما منكون هون بمين بدنا نوثق ونتركه؟ مو هيك مهند؟ طبعا طبعا، انت اللي بدك تهتم فيه. وبس نجي بالصيفية انت بتاخدنا مشاوير فيه ان شاء الله. عم جهز لك غرفة ببيتنا كمان، بأي وقت بتقدر تجي وتبقى عنا. بس تشوف بيتنا رح يعجبك كتير. بصراحة نحن بدنا نعيش برات البلد، ما رح ننبسط فيه، بس بضل بيتنا كمان. خالة شهير عم تتصل، هلأ بيكونوا هنيك. ألو؟ ايه منيح. دقيقة بس لشوف. وين كتبتوا انا هذاك الرقم؟ نسيت، رح دور عليه وحاكيكم. كان في ورود بدهم ياخدوها من حديقتنا، لسه ما حدا اجى منهم. عم تسأل عن رقم هاتفه، بيكون بالبيت، رح روح شوفه. وقفي وقفي، خلي سيما تروح تشوفه. ليش؟ انا بعرف وين حطيته، هلا برجع. ماشي يا عمري.
انت عن جد بتحبها؟ ليش ما عم تصدق؟ الشغلات اللي شفتها وكل اللي عشتها ما عاد خلتني اقدر صدق حدا. ما بتعرف كيف عم بحاول. وما بتعرف مع شو عم بتصارع. من المكان اللي عم تطلع منه بعرف انه عم بتشوفني انسان وسخ كتير، بس مو هذا اللي عم بيعذبني. اللي قهرني انه انا عم شوف حالي هيك. بتعرف الشغلة قديش تقيلة معك؟ سهل الواحد يكره شخص تاني، بس الواحد يكره حاله غريبة أو هذا الشيء اللي كتير سيء. ما نحمل بنحمل. حياتي ما في بحكي هالشغلات إلا إلك أنت وبس. ندمي هو الأكبر ولا خجلي؟ ماني عارفه. اللي بعرفه إني رح أحمل هالشي طول عمري. رح أحاول سامح حالي على طول، بس هالشي مالو عذر بدون، مالو عفو. أنا صرت محكوم. بعرف انه ما رح انضف بنوم، ما عم حبها لاني هل مش هنبرق حالي ابدا، وما عم حبها مشان اخلص حالي من العذاب كمان. عم بحبها وبس، لا مشان اوفي الوعد اللي قطعت لك اياه، ولا لانه خايف منك. لانه هي بتستحق تنحم، وانا بحبها وبعرف منيح اني ما بستاهلها.